تواصل قناة الجزيرة القطرية استضافة شخصيات قيادية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في دعم صريح وواضح لخطاب الجماعة المنقلبة على الشرعية، وفي الوقت الذي تكثف الميليشيات الحوثية هجماتها الإرهابية على المملكة العربية السعودية، تتعمد الجزيرة تغييب دور التحالف العربي والتشكيك فيه أمام المشاهد. أستضيف في حلقة اليوم من بلا حدود محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. في الوقت الذي يستنكر فيه العالم الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، تسخر الجزيرة القطرية منصاتها وساعات بثها للترويج والاحتفاء بقيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما اعتاد عليه المشاهد العربي أينما كان، بأن تكون الجزيرة القطرية الذراع الإعلامية للجماعات الإرهابية والمتطرفة. ولنا في الأزمة اليمنية مثال واضح على هذا الدور، تشكيك وتشويه لدور التحالف العربي وتحيز واضح لجماعة الحوثي الإرهابية المنقلبة على الشرعية اليمنية، في تغييب واضح ومتعمد لجهود التحالف العربي في التصدي للمشروع التدميري الإيراني، وهو المشروع الذي تقوده الميليشيا الحوثية في اليمن. على مدى السنوات الماضية وتحديدا منذ اندلاع عمليات عاصفة الحزم وحتى هذه اللحظة، تبنت الجزيرة كل الخطابات الحوثية وكانت بمثابة جهاز إعلامي للتوجيه المعنوي لدى الحوثيين، فتتعمد القناة إعطاء الجماعة المتطرفة المنبر وتصويرها كممثل شرعي للشعب اليمني، في حين أنها أبعد ما تكون للشرعية، بل إن الشعب اليمني يستنكر سلوك هذه القناة، وهو ما عبر عنه أحد المواطنين اليمنيين. تعال تعال واجه، لا تخاف، تعال اتكلم، صورني صورني، بتفجعني، صورني صورني. هذا أحد مرتزقة قطر، أحد البياعين للوطن العربي، أحد مرتزقة قطر هنا معنا، كان يسوي مقطع الآن يجمل الجزيرة، يدمر بلاده، يدمر وطنه، أصحاب توكل. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.